اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الصبح واحنا بنسمع مع بعض الموجز الاخباري كان اخر خبر لطيف جدا، وتحيه لوزاره الثقافه دكتور ايناس عبد الدايم، وهي بتقرر انها تعمل حفلات لام كلثوم، لاغاني ام كلثوم. التوقيت في الحقيقه مهم جدا، وقرار ذكي منها في توقيت معين احنا ابتدينا نشوف فيه انه في نوع معين غير مقبول بيطلع له ايدين ورجلين وكيان، وفي نفس الوقت خلاص اوكي الفن مفتوح، لكن خلينا نعمل توازن. يعني ما هو في ده وفي ده، ف يعني احنا بنحييها على الخبر، انا شخصيا بحييها على الخطوه اللي هي عملتها دي، واحنا حرصا مننا دائما في قناتنا على بناء الانسان وعلى الاصاله وعلى ان والعوده للجذور وفي كل شيء، وان لا يصح الا الصحيح ونرجع للاصل. فاحنا دلوقتي مع فقره فنيه غنائيه بينورنا فيها فنان يعني من عيار تقيل جدا جدا، برغم ان هو سنه مش كبير خالص، واحنا ارتبطنا باغانيه وتعلقنا بيها، و مين فينا ما حبش مثلا تتر مسلسل آدم وجميلة، واللي بقت مرتبطة بأحاسيس وذكريات حلوة جدا معانا. تعالوا نرحب بيه الفنان علي الألفي. صباح الورد. صباح الورد، وأهلا بيك. إزاي؟ أنا مبسوطة يا علي إن احنا اتقابلنا أخيرا. يعني احنا أصحاب بقالنا كتير، بس أول مرة برنامج يجمعنا، لا راديو ولا تلفزيون. مبسوط جدا النهاردة. كنت بتابعك كده من بعيد وبشوفك في البرامج وبسمع صوتك، وليك كمان أغاني مع فابريكا. صحيح. يعني لا، فنان بتتحرك على المسرح، صوتك قوي جدا. الحمد لله. انا بفرح لما بشوف حد متاسس كده زي ما بيقولوا. صح، الحمد لله. انا مبسوط يعني اما الناس اللي بتفهم او الناس اللي بتعرف تقيم، ابقى انا سايب عندهم الاثر ده، ببقى حاسس ان انا حاجه كويسه. احنا في التوقيت ده كنا محتاجينك جدا يا علي في الحقيقه، ربي. عشان عايزين نسمع. والله جيتي على الجرح، يعني سمعت المقدمه بتاعتك كنت هقاطعك والله من كتر ما هي يعني لمستني والله. لا بعد الشر عليك من اي جرح، لكن خلينا في البدايه نقول انه علي الالفي ابن محافظه بورسعيد. صحيح. خريج كليه هندسه. ايه القصه بقى، قصه الهندسه ودخلنا والله بينهم. يعني ما اكدبش عليك، احنا مطلوبين تقال. يعني انا بغني من وانا عندي 4 سنين. اوكي. طفل بيغني، وبعدين في ايامنا احنا كنا محظوظين انه كان في كونتنت الطفل يحفظه ويحبه. يعني كانت صفاء ابو السعود بتغني اغاني عيد الطفوله، لبلبه، نيلي، كان مسلسل هو وهي لسه نازل وانا طفل، فانا حفظت اغاني حلوه كتير قوي الفوازير كده، غير يا حرام للاطفال الايام دي بيلاقوه قدامهم ما بيحفظوش غيره. فانا طلعت بحفظ حاجات حلوه واطلع اغنيها في المدرسه واغنيها كده. بعد كده كانت رغبه بابا بقى الله يرحمه، انه هو نفسه ابنه يطلع مهندس، فدخلت كليه هندسه، وكان من حسن حظي اني كنت شاطر في الثانويه العامه، جبت مجموعها يعني. أيوة. دخلت هندسه واشتغلت مهندس، بس في نفس الوقت كنت بحاول دايما انه ما بطلش غنى، يعني اتنفس من خلال الغنى. تخصصت في ايه في المجال الهندسي؟ مهندس كهرباء. مهندس كهرباء بس. هل الكهرباء ليها اي علاقه بالالكتريك ميوزك ولا لا؟ هقول لك. علاقه بالمزيكا. اللي خدته حقيقي من دراسه الهندسه انه دماغي بقت مترتبه في شغلي في المزيكا. انا دايما اسمع فعلا كذا حد خريج هندسه اتكلم معاه يكلمني في جزئيه التفكير بيبقى مترتب فعلا. يعني انا بقابل كتير قوي خريجين هندسه في مجالات تانية خالص. حتى في مجالات المطاعم. بس هم عارفين هاو تو مانج ا بروجكت، يعني ازاي تدير مشروع، ازاي تفكر له. ده فادك ازاي في انك تاسس لنفسك يعني اللون بتاعك في الغناء، وخصوصا ان انا عارفه ان انت بتنتج لنفسك اغاني كمان. صحيح. انا انا من بيت سميعه. يعني انا في بيتنا محدش بيغني ومحدش موهوب غنائيا، لكن على طول بسمع في بيتنا حاجات حلوه قوي. ابويا الله يرحمه كان ذوقه غريب قوي، كان بيحب ليدي ليلى مراد ويحب عبد المطلب. ماما بتحب ورده قوي، جدتي الله يرحمها كانت ام كلثوم، دي شيء مقدس في البيت. فانا طلعت الاقي ان ده اللي حواليا. صحيح. وانا لما بقيت يعني لما قعدت درست هندسه، انا جيت هنا القاهره عشان بقى الاقي لي حته باي شكل، فبقيت اجري اقدم نفسي واجري اقول للناس انا صوتي حلو، وغني مع البانس في ساقية الصاوي وفي الاوبرا، رحت ورشه استاذ خالد جلال عشان اخد كورسات تمثيل جنب الغنى. بقيت احاول ان انا يعني وما اكتفيش، ما بطلش تعليم فيما يتعلق بالغنى، يمكن في حاجات تانية خلاص مش قادر اتعلم حاجه تانية. انما يعني انا مغني شرقي، رحت فابريكا عشان اغني اوبرا، وده اللي عملته في ذا فويس، ان انا قدمت اوديشن بغني فيه اوبرا وام كلثوم مع بعض. فبقيت على قد ما اقدر ان انا
احاول ان انا اذاكر 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 عشان الناس وهي بتتفرج عليا تلاقي حاجه عليا. انا حاسه من كلامك ان انت مستمتع بكل التجارب اللي بتحكي عنها دي، صحيح. ذا فويس، فابريكا، هروح ساقية الصاوي، في كمان مشروع الغناء الشرقي مع الجاز، مش كنت كده؟ عامل فرقه اسمها غنى رايق زمان كده. يعني كل ما في عندك فرصه انك تجرب وتعمل لنفسك ايدنتيتي وتعمل لنفسك تبني على نفسك، لانه التجريب شيء حلو قوي طبعا. لغايه اما تلاقي لنفسك السكه اللي الناس خلاص حبتها منك، ويذكر لك بعد كده ان انت يعني فنان قدر يلعب في اللون ده واللون ده واللون ده وكده. طيب احنا طبعا اكيد اللي بيتفرج علينا دلوقتي عمال يقول طب غني بقى يا علي بقى يا سلام غني، يا سلام. فاحنا عايزين نستفيد بالغناء على قد ما تحيي نقدر. تسمعي. بص طبعا انا مع معلم كبير، يا ساتر. فاللي يجي على بالك غنيه على طول، يعني طيب احنا ناس اوكي. مش فارق معانا. طيب حاضر. تيرا ترارا قلت حبيبي ملانة وعطشانة يانا، أروح له ولا أروح أشرب حدانا؟ قلت حبيبي ملانة وعطشانة يانا، أروح له ولا أروح أشرب حدانا؟ أروح له ولا أروح وبلاش أما بروح على الشقاوة؟ الله 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 أشكرك. الله. تراث فلاحي قديم. أما براء ست نجات فعلا. بحب قوي. يعني كان في ناس زمان كده بتبني على أغانيها اللي هي بتعملها للوقت ده مما يستلهم من قديم. يعني بليغ حمدي عامل كذا غنوة أو مستلهمين من سلم علي وحاجات مع الست شادية وحاجات مع الست نجات وكده. فأنا ببقى يعني انا شخصيا لاني بورسعيدي كمان بحاول اخد من الحاجات المصري الاوثنتيك ان انا اعمل حاجات في شغلي. يا رب انجح في ده. انت مواليد بورسعيد وفضلت عايش هناك ولا نقلت انا على ماشي القاهرة؟ بورسعيد وانا عندي 25 سنة. انا انت درست اوريدي. وعشت كل عمري في طب بورسعيد. احكي لنا بقى على بورسعيد وعلاقتك بتأثيرك بالفن وانت في محافظة بورسعيد بورسعيد. بلد ليها طبيعة خاصة قوي غير مصر كلها، لأن بورسعيد زمان كانت كوزموبوليتن، عايش فيها أجانب كتير، كان سواء بسبب هيئة قناة السويس أو غيرها وبسبب المراكب اللي كانت بتيجي. عارفة كلمة بامبوتي اللي هما بيعملوا خدمات؟ ايوه. بامبوتي دي أصلا يعني مان بوت، اللي هي اوكي. الناس اللي بتعمل تموين سفن. ايوه فتلاقي شخص لا بيعرف يقرأ ولا يكتب وبيتكلم لغات أحسن مني ومنك. ايوه فهي بلد طول عمرها ثرية كده، وكان ليها كان ليها تراث معماري عظيم جدا جدا، للاسف دلوقتي بيندثر. يعني اهلي كانوا داخل في لغتهم اصلا كلام تلياني وانجليزي. يعني الصيدليه اسمها الفرمشيه، ما اعرفش ايه كان كده. بلس تراث السمسميه بتاع الصيادين واهل القناه والحاجات دي. يعني مثلا عارفه ايا لالي اللي منير غناها؟ دي غنوه بورسعيدي. اوكي. بتغني لمين يا حمام؟ على السمسميه اسمع يا سيدي وحاجات كده. كنت دايما بحب ابدا حفلاتي في الساقيه وكده اني اعمل ميدلي من اغاني السمسميه. هي اغاني حركه وبتفرح ممكن تسمعنا حاجة دلوقتي طبعا. يا المدلي ده؟ سلام. يلا. بتغني لمين والمين والمين؟ بتغني لمين يا حمام؟ بتغني لمين يا حمام؟ سافر وسابني اللي بريده، وهو قال هيكتب بخط ايده. يا بوسطجية راح فين بريده؟ بتغني لمين يا حمام؟ عايز اقولك ان عمرو دياب اول ما بدأ، عمرو دياب بورسعيدي طبعا ايوه بنفتخر ايوه بيه، يعني ايوه بدأ بتغني لمين يا حمام؟ واتصورت كليب كمان بالظبط قديم. كده. بالظبط. علي الالفي، انا واخداك بالتدريج، يعني احنا دلوقتي بدأنا من الاغاني التراثيه، وبعد كده دخلت في ان انت تغني الناس او مطربين. مين المطربين اللي اغانيهم بتعجبك قوي وبتبقى مستمتع بيها وبتحب تغنيها لهم؟ يعني هو معروف ان انا مهووس بانغام، انا بحب انغام. هايل انغامنا ست الغنى هايل المصري الجميله. هايل يعني هايل. بحب شيرين، بحب استاذ صابر باعي، بحب وبحب مطربين، بحب رشدي، بحب العزبي، بحب عبد المطلب.
بحب ليلى مراد عشان ابويا الله يرحمه، بحب ناس كتير قوي. ودايما في حفلاتي تحديدا ناس بتبقى متوقعه ان انا هغني الانغام، هغني الانغام لانه انا بسمع انغام من سنين طويله قوي وهي بتغني من وهي طفله، فكبرنا مع بعض يعني. بتفرق لما بتغني اغنيه لمطرب رجل عن مطربه واحده ست؟ والله شكرا على انك يعني، لانه في ناس تقول لك ما ينفعش راجل يغني لست مثلا، يعني انا نفسي اعمل حفله لاغاني ام كلثوم. اوكي اغاني ام كلثوم ليها فنانات تخصصوا فيها وابدعوا، بالزبط. يعني مي فاروق وريهام عبد الحكيم وغيرهم، صحيح. بس اللي كتب اغاني ام كلثوم رجاله، واللي لحن اغاني ام كلثوم رجاله، واللي استمتع بيها ستات ورجاله. صحيح. وهتلاقي حتى اللفظ في اغاني ام كلثوم انا هايم انا مشتاق، انا مش هتلاقي لانه اللي كاتب راجل، بس هي الاغاني اتصبغت بصبغه ام كلثوم. انما اي حد يغني اي اغنيه، الاغنيه ملهاش بطاقه مكتوب فيها ذكر او انثى، الاغنيه أوكي. اغنيه. بس التكنيك الاداء بيختلف. الا لو اللفظ، لو اللفظ يعني حريمي، انا ما اعرفش اغني عشقه او غلبانه والنبي، عشان مش هقول عشقه. ايوه تمام، صح. رغم ان فضل شاكر عمل ده. فضل شاكر لما كانت بتعجبه الاغنيه ريجاردلس هي مكتوبه لست او راجل كان بيغنيها. انما لو ويا الاغنيه حبيبي مشتاقه لك، مشتاقه لك صحيح. وبعمل ناسيه وما بنساش، ايوه. انما والله ويشكر على ده، يشكر على ده. واتقبلت منه جدا، اصل جدا برضو فضل شاكر صوته هو يغني اللي يغنيه. فضل شاكر يعني ده صوته عظيم. حنين قوي يعني. طب تحب تغني لنا ايه دلوقتي؟ بما اننا جبنا سيره ام كلثوم، اوكي. انت ما بينك وبين الحب دنيا دنيا دنيا، ما طولها ولا حتى بخيالك. أما نفس الحب عندي حاجة تانية، حاجة تانية، حاجة أحلى من حياتي ومن جمالك. انت فين والحب فين؟ ظلمه ليه دايما معاك؟ انت لو حبيت يومين كان هواك خلاك ملاك، ليه بتتجنى كده الحب ليه؟ انت عارف قبل معنى الحب ايه؟ حب ايه؟ حب ايه؟ حب ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ الله الله الله. صناعة الترند موجودة من أيام الأبيض وأسود، وأي منتج كان بيشتغل على الفنان بتاعه لأنه هو ده المنتج بتاعه اللي هيجيب من وراه فلوس، فعلى قد الإمكانيات التكنولوجية اللي كانت موجودة وقتها. لكن مع وجود الإنترنت والتطور التكنولوجي ابتليت الأمم في الحقيقة بلاء اسمه ترند، فبقينا نشوف صحيح جدا بقت تطلع علينا حاجات غريبة قوي تحت شعار ترند. ترند بصي بقى، وقبلتها ما قبلتهاش غصب عنك، هي ترند وهتتفرض عليك وهتدخل جوه بيتك وهتدخل جوه ودانك، بس زي ما قلنا وانت من قافل شبابيك البيت. بس اتس ا بابل. فرق كبير جدا بين الغنوه الناجحه والغنوه الترندي. الناجحه دي هي اللي بتطول. يعني انا شفت فيديو امبارح على الفيسبوك احتفالا ب 20 سنه على اغنيه تملي معاك بتاعت عمرو دياب. الله. ولسه كانها جديده. هو الالبوم رهيب كمان. عمرو دياب لو غنى تملي معاك النهارده هتلاقي عيال لسه اتولدت بعد تملي معاك حافظه تملي معاك. صحيح. تمام؟ صحيح. لكن في اغاني كانت ترند حتى زمان، ممكن اقول اسامي ولا حد عايز؟ فاكره لولاكي؟ لولاكي دي كانت في وقت من الاوقات عامله اعلى مبيعات في التاريخ. ده حقيقي. مع كامل احترامي، لا لولاكي استمرت ولا حتى مغني لولاكي استمر. لان هو لا، هو لو طلع هيغني لولاكي برضه. لو طلع هيغني لولاكي. تمام. وهكذا اللي بيحصل دلوقتي. انا اسف لو حد فهم ان انا بأسيء الاستاذ علي حميده، بالعكس انا طبعا لا لا انا مش قصدي حاجه، بس انا بتكلم عن الاستمراريه. تمام. في ناس هتقول لك، يعني انا عايز اعرف اولا رايك ايه في اغاني المهرجانات. تمام. وفي ناس هتقول لك طب ما هو عدويه برضو اول ما طلع كان بيهاجم. احنا بنتكلم بقى على التاريخ الحديث. لانه مثلا كان في اغنيه قديمه قوي في ايام مش عارفه سيد درويش ولا ايه، كانت ارخي الستاره اللي فرحنا، كانت برضو الكلام هل الناس فيها مشغلاها دلوقتي؟
دلوقتي؟ هل استمرت يعني زي اغاني تانية زي زوروني كل سنه مره بتاعت نفس الفنان اللي هو سيد درويش؟ لا طبعا، ما احنا في اخر لا يصح الا الصحيح برضو. الله يخليكي، شكرا. حتى ام كلثوم يعني، حتى يعني حتى انا بتجاربي الصغيره ليه اغاني ما علقتش مع الناس، تمام؟ فاللي فضل مع الناس الحاجه اللي عليها القيمه، تمام؟ ده رقم واحد. رقم اتنين، المهرجانات يا ستي احنا محتاجين حاجه تفرفش، ومحتاجين حاجه تفرح، ومحتاجين نوع من الفن نرقص عليه في الافراح ونهيص، واكيد مش هنغني اغاني دراما في الافراح، تمام؟ وهو المهرجانات كنوع مزيكا وكجروف شيء حلو جدا وبيعمل جو، لكن الكونتنت اللي بيتغني جوه المهرجانات هو اللي عليه كونسيرن، تمام؟ يعني تحافظ على ايه؟ انا مثلا بحب غنوة مهرجان اسمها عايم في بحر الغدر، بحبها قوي والله. كنت ايامها في عمان وبسمعها، فيها ميلودي حلو جدا اصلا لما تغنيه، يعني حلو ومعمول بذكاء. لكن لما تلاقي حد بيغني في مهرجانات غنوة تحرش كده، ولا غنوة اللي هو ايه الموضوع بقى يا لعودك، ولا هشرب معرفش ايه ومعرفش ايه وحاجات كده، او حد عنده بارانويا عمال يغني مهرجانات، ده غير ان في جمل موسيقيه متاخده بالظبط. لا لا، ده بقى بخلاف طبعا انتهاك الملكيه الفكريه لملحنين، يعني عمرو مصطفى معقول بتاعت عمرو دياب اللحن متاخده هي حاجه مستخبيه بتاعت حماقي الجميله، وحاجه يعني مستخبيه ماشي، رغم انه العمل المسروق من حاجه مستخبيه بقى ناجح جدا ومنتشر جدا، وصناعه دلوقتي بيكرموا في كل حته يعني، لكن يظل ان اللحن مسروق للملحن الكبير مجد. خلينا نقول ان المزيكا مش بس فن وموهبه، هي صناعه. طب ما هيجي يقول لك، طب ما هو انا دلوقتي اللي هبص بتجرد شديد اللي وصل اقليميا للشعوب الاخرى بطريقه سريعه جدا كانت المهرجانات. طب هقول لك بقى، يبقى نعمل ايه دلوقتي؟ هقول لك، طب ما هو تعالي يبقى في مشكله بقى عند عند الصناع. ليه بقى؟ عند الصناع ولا عند المتلقي؟ عند المطرب نفسه. لا هقول لك بقى، اولا في مصر كده في مهن انقرضت، منها اللي بيعملوا الطربوش والحاجات دي، ومنتج الكاست، يعني دي مهنه انقرضت خلاص، تمام؟ فكان الدوله تقدر تبوش اكتر، لانه زمان في الستينات كانت الدوله منتج، كان ماسبيرو ده منتج، الاذاعه المصريه هي اللي بتنتج الاعمال. في وقتها كانت سياسه صحيحه، ولكن مع التطور التكنولوجي والانترنت والدنيا المفتوحه بالشكل العنيف ده، الدوله ما تواكب يا ستي، ما تواكب. ازاي ممكن الدوله تواكب الدوله؟ يعني ايه الاقتراحات اللي انت والله انه الدوله تعيد تاني ليالي التلفزيون. اكيد ان ما حدش بيقف في ليالي التلفزيون او قدام ميكروفون الاذاعه، او ما احنا دلوقتي ما عندناش مهرجان غنائي بيتعمل غير مره في السنه، مهرجان الموسيقى العربيه. اوكي، تمام. ما بنشوفش انغام على المسرح، ولا صابر رباعي، ولا اصاله، ولا كده، غير مره في السنه او مره كل سنتين، تمام. بسبب ده لو رجع التلفزيون المصري او 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 مجموعات الاعلاميه الضخمه تنتج حفلات وتجيب فيها فنانين كبار ومواهب شابه. انا دفعتي، انا جيلي، انا هتلاقيني انا قاعد انا واحمد جمال ومحمد رشاد وشريف اسماعيل ومي فاروق ورهام عبد الحكيم وريم عز الدين ونسمة محجوب وكارمن سليمان، احنا جيل يشرف، عندنا مواهب عظيمة جدا جدا. ماشي، لو احنا تقدمنا للوطن العربي كله كفنانين زي ما في موسم الرياض وهالة فبراير في الكويت وكده، انه يرجع عندنا مواسم غنائية كبيرة، ان الناس ترجع تحضر. امبارح كان في حفلة لبهاء سلطان في الساقية، الزمالك مقفول، الناس وحشها. صحيح، لو قدمتي للناس الحلو والله، ووقفتي في ظهر الحلو وبروزتي زي ما الوحش بيتبروز، والله هينجح. يعني سبب انتشار الموسيقى اللي هي مش قد كده دي الفراغ، الساحه، فراغ الساحه. لانه هقول لك ليه، لانه احنا كمطربين ما عادش حد بينتج لنا. اوكي، والغنوه عمل مكلف، الغنوه الحلوه عمل مكلف طبعا، اوركسترا عازفين واستوديو بيتفتح واجور كلمات واجور، تمام. فلما انا يا مطرب بامكانياتي الضعيفه دي اجري عشان اعمل اغنيه، وزي ودلوقتي كمان الناس فاكره ان السوشيال ميديا انت بتشير ببلاش، لا، انت بتعمل سبونسر شيب بالدولار والرقم كبير عشان تقدر توصل لماركتنج عالي. البديل ان انت تعمل الكامبين ديت ان انت تعمل حاجه فجاه قوي، فالناس تشيرها تقول يا لهوي اللي الراجل ده عامله،
انما ان انت تعمل عمل عليه القيمه محتاج سبونسر شيب قوي جدا. وفي تجارب ماركتنج لاغاني ثلاث دقات، ثلاث دقات كان تجربه ماركتنج ناجحه جدا لعمل، نجحت العمل والنجوم الكبار اللي وقفوا جنب اللي وقفوا في الفيديو كليب بروزوا الاغنيه اغنيه مبهجه ونظره العين المرتاحه للجونه والحاجات دي. صحيح. ففي اهو والله المانوال موجود. صح. بس محتاج فند، محتاج فلوس زيها زي اي صناعه. والبرودكت اللي بتعمله مش الاغنيه، البرودكت انك تعمل نمره، تعمل مطرب يعمل حفلات ترجع فلوس، لانه الاغنيه كعمل ما عادش بيرجع، ما عادش بيطلع فلوس. تمام. فلا عاد في شريط كاسيت ولا عاد في سي دي. طب انت كمطرب، انا المفروض ان انا ابقى مطرب، ابقى ما بشتغلش مغني، لان بشتغل دي يعني باخد منها فلوس. لا، ده انا بصرف على الغنى. صح. انا بصرف على الغنى. صح. فبتيجي في وقت خطواتك بتبقى بطيئه جدا، وبعد ما خطواتك تبقى بطيئه، لو انت معاك 10 جنيه لازم تصرف جزء منهم انتاج وجزء منهم ماركتنج. صح. بتخلصه كله في الانتاج. طب الغنوه محدش بيسمعها، انتج ليه؟ اغني ليه؟ صح. تمام. القرصنه، الحاجات دي والله الدوله تقدر تفعلها، الدوله عندها رقابه قويه جدا على الانترنت، وهي ماشيه في الاتجاه ده في يا رب والله ده حقيقي يا رب يعني. صحيح. وانه نبروز نماذج تنفع تتكلم باسم الشباب. طبعا نماذج طبعًا. المغني اللي يتبروز ويتكبر يبقى شخص عارف يتكلم ويشرف البلد وده من الناس. صحيح. ما ينفعش في المقدمه اكون اتكلمت عن تتر ادم وجميله وما نسمعش الاغنيه. معلش انا سخنت وانا بتكلم قوي. لازم نسمعها يعني. تيره كل ما بقدر يوم انساك، برجع ادور واستناك، حابب تعبي لأن عشانك، راضي بقلبي لأنه معاك، لأنك حبيبتي وحلمي اللي غاب، قلبي بيرفض يبطل عذاب، وكل اللي غايب تملي بينسى، ودايما يفكرني بيك الغياب. الله الله الله. هل في اغنيه من الاغاني الجديده اللي انت انتجتها لنفسك ممكن تسمعنا حاجه منها؟ طبعا طبعا، يعني في من الاعمال اللي انا ببقى فخور بيها دايما غنوه اسمها احساس بالونس. هي الحان فنان الكبير خالد حماد وكلمات شاعره شابه سلمى رشيد. هايل. دي اسماء ثقيله مش اي حاجه. الحمد لله. تاتيرا تي، انا عندي احساس بالونس، واصل لدرجه الاكتفاء، ولاني بعشق وحدتي ما بخافش اصلا من الفراق، وساعات كتير بشتاق قوي وما تسالوش بشتاق لمين، انا قلبي لسه بدقته متشال لحد يكون امين، الوحده لو من غير وجع انا مستعد اعيشها راضي، لو قلبي محتاج طبطبه انا ممكن احضن نفسي عادي، من بكره فرحي يهمني ولا يوم هبص الجرح ماضي، وهلاقي قلب يحبني ومكانه لسه في قلبي فاضي، انا كل حد مسكت فيه سابني على اخوانا وخذلني، انا وجعي بايديا مداوي، انا مستحيل اتخلى عني، اصل القلوب الطيبه بيحبوا من غير اتفاق، ما تعشموش حد باللقى، وما فيش فيتكم غير فراق، الوحده لو من غير وجع انا مستعد اعيش راضي، ولو قلبي محتاج طبطبه انا ممكن احضن نفسي عادي، من بكره فرحي يهمني ولا يوم هبص الجرح ماضي، وهلاقي قلب
يحبني ومكانه لسه في قلبي فاضي. الله 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 الله، ايه الاغنيه شكرك الجميله دي؟ شكرك. ايه الرساله اللي عايز توجهها لكل المشاهدين اللي بيتفرجوا عليك دلوقتي يعني؟ نقوا اللي بتسمعوه، نقوا اللي بتسمعوه، واعرفوا ان اللي بتسمعوه دلوقتي هيأثر في ثقافة عيالكو وهيأثر على اللي بعدنا. يعني زمان كده كان جدتي لا بتعرف تقرا ولا تكتب، وكانت بتحفظ قصايد على ايد ام كلثوم. تمام؟ فيا ريت الناس دلوقتي تنقي اللي بتسمعه، ويا رب يقدرنا ان احنا نعمل لهم حاجات تخلينا بعد كده يتقال اسمنا زي ما احنا بنتكلم عن ام كلثوم. المطرب علي الألفي، بتمنى لك كل التوفيق وإن اشكرك. شاء الله تكسر الدنيا الفترة اللي جاية، ميرسي جدا ليك. وأنا استمتعت جدا بغنائك وبشكرك شكرا جزيلا، وصباحك صباح الورد. صباح الورد عليك. مشاهدينا بكده وصلنا لنهاية حلقتنا من صباح الورد، وبكرة إن شاء الله ساعتين من قبل دلوقتي هيتجدد اللقاء فقط وحصريا على شاشة قناة تانية.